زكاة الأسهم. الأسهم واحد من اثنين. هل هي حلال أم حرام؟ آه جميل. أما هل هي حلال ولا حرام؟ طيب ماشي. بدك جواب يكون على زي ما بدك ولا زي ما بدي؟ طب اسمعني. نعم. أولا المجمع الفقهي اللي بيمثل العالم الإسلامي قال أسهم الشركات الحلال حلال. ليش عم بقول أسهم الشركات الحلال؟ لأنه في ناس حتى بيزعموا إنه أسهم الشركات الحلال قال مش حلال. ليش؟ المجمع الفقهي بت في الموضوع ومبدأ المساهمة جائز شرعا. لأنه في بعض الناس بيقول لك أولا يشترط في الشركات حتى تصح ما يلي. أولا إنه يعرفوا الشركاء بعضهم. منين جبتوا هالشرط يعرفوا الشركاء بعضهم؟ جاء المجمع الفقهي وحتى ما يسكنش فيه أخذ رد في موضوع الشركات شو قال؟ يعني مبدأ الشركة المساهمة جائز شرعا. المبدأ إذن بساهم أنا في شركات التي تتعامل بالحلال. طيب ما هو اليوم في شركات تتعامل بالحلال ولكن ممكن يدخل الحرام عرضا مش أساس، يعني مش شغلها الحرام. مثلا زاد عندهم في الاتصالات، زاد عندهم في الاتصالات أموال وضعوها في البنك وأخذوا عليها ربا وانعكست على السهم، وانعكست على السهم. يعني ممكن تنعكس 1% 2% على أرباح السهم، هيا دخل في ربا. أنت هم رابوا غير إنهم هم اتداينوا وأعطوا ربا. بيختلف، اتداينوا أعطوا ربا ارتكبوا حرام، هم صحيح اتداينوا أعطوا ربا، هذا ما دخلش في السهم، هذا ما بدخلش في السهم لأنه هذا أصلا خرج، مش دخل في السهم، خرج. لكن لما هم بيوضعوا الأموال الزائدة في البنوك الربوية أو بيستخدموها في الحرام في استثمارات ثانية وبتنعكس على السهم، هنا العلماء شو قالوا؟ قالوا ننظر إذا كان هذه الشركة ولو كانت خاصة لها طبيعة عامة، يعني يتأثر المجتمع بها زي شركة اتصالات، زي شركة كهرباء، شركة مياه. أجوا قالوا هذه طالما إنه شغلها بشكل عام في المباح يجوز إنك تشتري في أسهمها حتى لو دخل أحيانا بعض الحرام، واختلفوا في النسبة. ولما بيظهر في بيانات آخر السنة إيش دخل الحرام تخرجوا أنت 1% هاي أولا. أما إذا كانت شركة خاصة مش ذات طبيعة عامة لا يجوز شراء أسهمها إذا بتتعامل أحيانا بالحرام.